يوم؟ هذا مو عيد؟ الحمد لله على السلامة يا يوم. مش قد اشتقتي لك يا يوم. اي والله الحمد لله على سلامتك يا عايد. ان شاء الله بتفرحي فيي يا ام عايد. بوجودك بوجودك يا ام خليل. كتر خيرك يا ابني، ان شاء الله منكافيك بالافراح. ولو يا خالتي معايد، ايش هالحكي؟ نحن ما عملنا غير الواجب، بعدين عايد اخوي بعهد الله. على راسي يا بكري. صحيح ابوي فينو؟ السلام عليكم عايد. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا. ايش كني ما عرفتني؟ لا ولو، معقول ما اعرفك يا ابو شعبان؟ اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. انا خبرت كل اهل الضيعه وهلا راح يجوا يسلموا عليك. يا ميت اهلا وسهلا فيك وباهل الضيعه كلهم. ما كان في داعي تعملوا شاي، كنا استنينا عايد وضيوفه ليرجعوا من عند الآغا، مش ربا سوا. يا شيخي قلبي عم يقلي انه طلب الآغا ورا عايد ورفقاته مانو لالله. ايش قصدك يا بنتي؟ انت نسيان يا شيخي انه ابو عايد هربان بالجبل، خايف الآغا يسجنوا العايد بدل ابوه حتى يجبروا يسلم حاله. اي والله هاي راحت عن بالنا، بس الولد ما دخلوا بابوه. الآغا اذا بده ابو عايد يبعث رجال يدوروا عليه بالجبل. على كل حال طمن يا بنتي، الراي اشوف ايش القصه بنفسي. يا الله الله معك. شايفه يا ام خليل، شايفه ايش عم يصير معنا؟ يعني بعد ما استنينا رجعت الولد سنتين رجعنا لنفس مواويل الاغا وعمايله. استهدي بالله خير، هيك الله بده؟ ما بيصير تعترضي على حكمته، ما بيصير. هلق ابو خليل بيشوف ايش القصه وبيجيب عايد معه.